مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجرات. أنقذت الشرطة النمساوية 54 لاجئ من بينهم 3 نساء وطفل من شاحنة متوقفة في منطقة بريس باوم في النمسا السفلى، وذلك بعد أن تركهم سائق الشاحنة البولندي تحت أشعة الشمس الحارقة لأكثر من ساعة ولم يستجب لطرق اللاجئين وطلبهم للمساعدة خلال 9 ساعات وقت الرحلة. وبحسب الشرطة فقد كانت درجة حرارة المقطورة حوالي 40 درجة عندما تم الإفراج عن اللاجئين. وقد دفع المهاجرون حوالي 3000 يورو للشخص مقابل النقل من معسكر في صربيا إلى النمسا. وقد قالت الشرطة أن اللاجئين أتوا من سوريا وفلسطين واليمن وأفغانستان وتركيا، وقاموا جميعهم بتقديم طلبات لجوء وتم نقلهم إلى مركز شرطة إجبيشاد، أما السائق تم نقله إلى سجن سانت بولتن. أظهر تقرير فريق عمل مكافحة الاحتيال الاجتماعي 12,000 عملية احتيال على السوسيال العام الماضي، وذلك بقيمة 20 مليون يورو. وقد جاءت أكثر عمليات الاحتيال من نمساويين بمجموع 1384 عملية، تلاهم الصرب 988 والأفغان 590 وأقلها من المواطنين السوريين بمجموع 506 عملية احتيال. وقد قال وزير الداخلية جيرهارد كارنا أن الحصول على مزايا اجتماعية بشكل خفي ليس جريمة تافهة ويضر بأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها. ومن جانبه قال وزير المالية ماغنوس برونا أن النظام الاجتماعي يساعد الأضعف، وهذه الخدمات يدفعوها دافع الضرائب، وبالتالي فإن مهمتنا هي مكافحة الاحتيال في الرعاية الاجتماعية، وهي جريمة تضر بالتماسك في المجتمع. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المستشار النمساوي كارني هاما قضايا إقليمية في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب العلاقات بين البلدين، وذلك في اتصال هاتفي أمس الخميس. وقد أشار أردوغان إلى ضرورة استغلال كل فرصة لإنهاء المأساة الإنسانية في الحرب الدائرة بأوكرانيا، مضيفا أنه يجب تحقيق وقف إطلاق النار وضرورة دعم مسار إسطنبول من أجل إحراز تقدم في محادثات السلام. كما أعرب عن شكره للمستشار النمساوي حيال ثنائه على الدور الذي تؤديه تركيا من أجل إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، وإعلان دعمه لإسطنبول التي تبنت المباحثات بين الوفدي الروسي والأوكراني. أعلنت مدينة فيينا اليوم الجمعة إعادة فتح الأماكن الخاصة للشواء في الحدائق مع مراعاة قواعد الشواء، مثل الحفاظ على مسافة كافية من العشب عند الشواء والتخلص من الجمر والرماد في الحاويات الخرسانية التي توفرها المدينة لمنع الحرائق. وقد جاء ذلك بعد فرض حظر الشواء بسبب الجفاف المطول وما يرتبط به من مخاطر لحرائق الغابات، وتم تطبيقه على كل من مناطق الشواء العامة والمناطق القريبة من الغابة. كان هذا موجزنا، وإلى اللقاء. تستطيع مع إنفوجراف الوصول لأكثر من 2,000,000 متابع في النمسا شهريا. من خلال منصاتنا الإلكترونية معا نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع لإثراء التنوع الاقتصادي والثقافي. إنفوجراف شريك النجاح.